صلاح كمان من احلى ماتشاته، ويمكن صلاح زي ما صلاح ما شاء الله يعني كل يوم عنده جديد، ارقامه النهارده ارقامه اكتر من كريستيانو، ارقامه احسن من كريستيانو واحسن من تيفيز، يعني فرق 60 ماتش بينه وبين كريستيانو تقريبا، وجايب نفس الاجوان في عدد اقل ماتشات 130 ماتش، والتاني 190 ماتش وجايبين تقريبا 81 جون صح ولا 100 حاجه و 100 وكام ارقام يعني كبيره، مش فاكر الرقم بالظبط. 111 هي عارف ايه النظريه، ان لما تيجي تبص على الناس اللي بتجيب 200 جون و300 جون و400 جون، واحنا في مصر لما بنجيب 100 جون بنعمل 100 جون ايه؟ ده اللي بيجيب خمس جوان ما بيعرفش يمشي. احنا عندنا قائمه ال 100 هدف ناس محترمه اللي جابت الاجوان كلها، سبعة ثمانية. انا كنت بلعب على فكره برضه يعني، انا لا اعفي نفسي من هذا. بتتكلم عن نادي المية قصدك؟ نادي المية يعني. ده موضوع تاني، انا بحسب ان بكلمك ان على انا ما بفهمش، احنا هل احنا كوره عندنا صعبه ولا الكوره هناك سهله؟ لان هناك المفروض الكومبيتيشن اصعب وهناك الفرق اقوى، لكن بتلاقي الاهداف كبير جدا، وبتلاقي كل سنه هداف الدوري في كل البلاد دي 25 و30 يعني، فرقه ما بتكسب 2 3 4 الفرقه بيبقى عندها ثاني وثالث ورابع. انا بكلمك على فكره ان انت هداف الدوري في او هداف كل فرقه مثلا، في الهداف طبعا بيجيب حاجه و30 جون وبتاع، لكن في هدافين حاجه و20 وارقام كبيره جدا في عدد الاهداف. أيوة، مع ان الكومبيتيشن صعبه والمنافس صعب هنا في مصر يعني، ما اعتقدش احنا اصعب من هناك من انجلترا، بس ما بيجيش حد عدد الاهداف ده كلها، بتلاقي هداف الدوري جايب 12 جون 9 اجوان 11 جون. كواليتي اللعيب برده، اللعيب هناك بيجي له 5 جون بيجي 3 بيجي 4. لا ما اعرفش، بس انا في رايي تفسيرها ان عقليه الفرق هنا لما بيبقى كسبان 2-0 يعني عايزين ان هم يحافظوا على الجيم وبتاع، بره لا، بره ممكن فرقه زي ارسنال زي ليفربول، ارسنال كانوا في اول الفرق بيكسبوا 6 و7 عندهم العقليه حازم ان هو كسبان 5 ان هو بيكمل يجيب السادس. اللي جت مصر كلها يعني الكلام ده من التسعينات، عقليات يعني الدوري الايطالي في التسعينات لعب بتسوتا هداف الدوري بحاجه و20 جون، سيموني في بيلاتسو بحاجه و30 جون، هتلاقي دايما ارقامهم كتير. احنا مثلا في التسعينات كان جيل كويس بيلعب كوره حلوه، بس هتلاقي كابتن جمال الحريم مثلا وكابتن حسام حسن 15 جون، كان دوري